زجاجات ومزهريات وكؤوس وملاعق وأواني طبخ ومواقد عفى عليها الزمن، لكن الفنان الصيني تسونغ دونغ قدمها في معرض بعنوان لا للنفايات. بالفعل فالأشياء المعروضة هنا هي كل ما جمعته أمه واحتفظت به على مدى 5 عقود. جيل والدتي احتفظ بكل أغراضه لأنه مر بفترات عصيبة. والدتي قالت لي لا أريد أن تعرض كل هذه الأشياء للجميع، أصدقاؤك سيقولون لك إن أمك كانت تعيش في فوضى عارمة وهذا ليس جيدا بالنسبة إليك. لكنني قلت لها سنقوم بعرضها معا لنبين للناس أن هذه الأشياء هي حياتك وحياتنا، أبي سيكون مسرورا وأيضا أصدقائي وسأصبح أنا مشهورا. بعد وفاة والده منذ 7 سنوات بدأ دونغ في مساعدة والدته على الاحتفاظ بكل ما جمعته من أغراض طوال حياتها، وكانت دائما تقول إن هذه الأشياء تبعد عنها شبح الوحدة وتذكرها بزوجها. وعندما ماتت بدورها منذ 3 سنوات بدأ دونغ في تنفيذ مشروعه. تنتابنا مشاعر قوية عند مشاهدة كل هذه الأشياء، ورغم أنها لا تحكي قصتك الشخصية فإنها تأخذك معها في رحلة عبر الزمن. لا للنفايات معرض حلق إلى نيويورك ولندن ليحط الرحالة في سيدني حتى 17 مارس آذار المقبل.